اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. قبل ما نبدا الفيديو احب اعرفكم ان في عندي قناه تانية للكوميديا والضحك اسمها قناه فدى عضلات، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن. اشتركوا وفعل زر الاشعارات عشان يجي لك اشعار بكل جديد. ويلا بقى نبدا الفيديو. يعني انتوا الاثنين اسمكم مازن ايهاب؟ ايوه. حلوه الصدفه دي. طب انا افرض انا مثلا عايز حد يعمل لي ريفيو فضحكوا ازاي؟ مازن ايهاب انتوا الاثنين. انزل يلا يلا احنا كده نازلين في من اوكي تقريبا ما فيش حد جنبنا خالص. بصوا حواليكم ما فيش احنا الطياره واحد خلي باله. بس اهم حاجه يا جماعه واحنا بنلعب نبقى قريبين قوي من بعض. خلي بالكم في واحد نزل هنا، نبقى قريبين من بعض عشان نلحق بعض، يعني ما نبقاش كل واحد في حته بعيده قوي، يعني فاهمني؟ انا كده اهو اسلحه ده واحد بيجري ورايا. انا لسه في اولها، انا ما لحقتش اعمل حاجه. ده طلع تبعي. انا جبت سلاح مش عارف ده سلاح ايه بصراحه. طب ده سلاح ايه؟ ايه ده؟ كار. كار والله حلو. البدايه كار كويس جدا. بصوا بس على الزون من اولها، احنا على طرف الزون مفيش مشكله. انا جنبي زونه جنبي. خلي بالكم يا جماعه، خلي بالكم. انا جبت حلو قوي. حلو قوي. ثاني اوف مولوتوف. ايه خد السلاح ده تعال. سلاح ايه؟ تلقيت ايه فيكتور؟ والله ما بحبوش بس مؤقتا ماشي. ايوه ما انا قصدي مؤقتا. مؤقتا يعني صح. اوبا بابا ايه ده بقى؟ بتلعب بالشوت جن؟ ما بحبش الشوت جن بصراحه. وانا معايا كار. انا بحب الاي ار بس اسلحه اللي هي الاسلحه الاليه. ايوه رشاشات. عايز الوت كويس. انا بدور لك. تعال خد السلاح ده مؤقتا من عندي. لقيت ايه؟ طيب اسمه ايه اللي هو الام 16 اي 4؟ ايوه ام 16 اي 4. ايوه تعال خد. استنوا يا جماعه. ماشي هاتوا مؤقتا بدل الفيكتور. تعالي. ايوه باشا علي. ايه ده؟ فاضي يا علي. خد الطلق. ايوه ماشي كده تمام يا علي. ماشي انت اهو. انت مين اللي بيندع؟ زونا ولا مازن؟ لا مازن. فين طب؟ استنى انت فين؟ اهو انت عندك حاجه حلوه ولا ايه؟ ايه ده في ده ام 4. انت مش عايزه؟ انت معاك؟ معايا واحد. طب حلو خلاص خدته. ايه ده؟ انا سبت الكار. لا خد الكار. ثانية واحدة. ايوه انا خليت الام 4. ايوه اقول بتقول ايه؟ انتوا كده ملوتين حلو كلكم؟ كله. تمام. حلو قوي. انا بقيت بفكر دلوقتي معيش اي شنطة. في ناس قدامنا تيجوا نروح؟ طب استنى. لا استنى. فين؟ قول لي طب فين؟ جبته؟ ايه ده؟ شفته. لا سهل، انا ممكن اقعد اخوف وانت تقتل لو عايز. انت قتلته؟ لا. ده راح فين ده؟ قتلته. فادي تاخد دي بي يا فادي؟ ده الدي بي ده حبيبي. خد الكار وهات الدي بي. لا خد السلاح اللي انت عايزه. تعالى انا عايز الدي بي. هو اس ام جي. فين يا جماعه؟ مين اللي معاه الدي بي؟ انا عايز الدي بي. اهو انا ده. مش شايف اهو. انا طب هات. هات. طب هات. حد عايز بيبسي؟ حلو قوي بس طلقاته قليله. هات طلقات. ايوه في ضرب هنا. فادي تعالى خد بيبسي. ايوه بيبسي. فين بقى؟ تعالى هنا. لا انتوا مروقين عليا على الاخر. يا بي صوت حط بس. انا يا جماعه جبت واحد. اول كلايه. اول كلايه. فين الاثنين اللي عندك دول؟ انت فين؟ ده في حد تاني؟ لا مفيش حد تاني هنا. مين اللي عنده اثنين؟ مازن ولا تاني؟ كور ماشي. تعال خد الكور. انا هرميه. زين ولا مازن اللي عندهم اثنين؟
عادي يعني. اسكب واحد. لا 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 مين اللي طب هاتوا الحقوا. طب فين فين هو فين جنبي ولا فين؟ ما احنا قلنا يا جماعه ما نبعدش عن بعض. فين انت فين يا مازن؟ طب استنى انت مازن ولا زونه؟ لا مازن. مازن تمام. طب استنى ده جنبك علي. علي لحقك ولا لسه؟ هو فين الواد اصلا اللي ده؟ استنى. طب اضرب انت اللي ضربه وانا هلحقه. ايه ده؟ تمام استنى. مش لحقت مازن خلاص؟ طيب عشان أأمنكم. ايه ده في واحد اهو كمل على احتياطي. ايوه ما هو ده اللي انا وقعته. ما انت وقعته بس احتياطي عايز اكمل عليه عشان ما حدش يرففه. جدع خلاص كده. في ايه هنا؟ كده في سكوبات. في حد جاي تاني. حد جاي هنا سامع. خلاص مازن عايش. ماشي عايش عايش مية مية. ايه ماشي. ايه يا جماعة ايه ايه ايه؟ اوف يا جبت لي ايه؟ كاتم؟ مش بيتاخد يبقى ده ايه؟ مش بيتاخد يبقى ما ينفعش؟ لا لا يعني ايه؟ يعني يا جماعة انا الكومبنسيتور. الكومبنسيتور بيثبت السلاح. مش عارف في ضرب. استنوا تخافوش. ايه خلاص بي اي كي ام لو حد عايز. هو انا بحبه بس لا الاسلحة اللي معايا اقوى. ايه ده عربية يا جماعة. عربية عربية عربية. خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك. هو ازاي يا جماعة؟ ريفيف ريفيف يا علي علي زونة. تعالوا لنا ماشي بسرعة بسرعة. طب بس رففونا الأول. رففني هو تحت تحت. رففني رففني بسرعة. رففني فين هو تحت ورا السور. ورا السور. طب ما تخافوش تحت العربية تحت. خبر أنا هاخد بيبسي بسرعة. خبر خدوا بس. طالعين 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 طالعين. خد متكت خد متكت خد متكت خد متكت بس طالعين. ازاي يا جماعة ازاي؟ وقعت واحد. وقعت واحد. ده ازاي يا جماعة؟ واحد ورا. انت بتلون لازم بيلون وصعب الواد يضرب فيه. احنا ازاي؟ طيب يلا يلا واحد جاب كل وانا ثلاثة كده. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير عشان تساعدني اني اطور المحتوى بتاعي عشان القناة بتاعتي تكبر اسرع واسرع. وعشان تقدر تشوف فيديوهاتي الجاية لازم تعمل اشتراك وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا ليكم والى لقاء اخر في فيديو جديد.